عزيزي المشاهد على نسمة سبورت. الله يا ولد، ما زال العرض قائما والسهرة متواصلة مع الكبير الكابتن محمد الخماسي. مشاهدي قناة نسمة جديدة، أهلا وسهلا ويا مرحبا. هذا حلقة خاصة وموعد خاص في برنامجكم الليلة من نسمة سبور، موعد بعد مباراة منتخبنا ضد منتخب ديك المنتخب الفرنسي. انتصار للتاريخ، انتصار معنويا مهم، أداء ونتيجة مهم يخلي منتخبنا يحقق انتصار سيسجل في كتاب التاريخ ويبقى في التاريخ. أول هزيمة المنتخب الفرنسي من سنوات تقريبا، منتخبنا كان قادر على هذا كما قلت، أداء ونتيجة وإقناع، لكن هذا الانتصار ما كانش كافي لضمان بطاقة العبور. ما نحبش نقول كلمة انسحاب مشرف ولا خرجنا رأس عالي، خرجنا في الحالات الكل، قدمنا ماتش كبير، دورة نرجع لتقييمها في ثلاثة ماتشوات، دورة ما تقيمش في مباراة واحدة. هل كنا نستحق العبور؟ نعم أم لا؟ هل المنتخب كان اليوم في أحسن حالاته؟ كنا نجم ناخذ ثنية وتذكرة العبور للدور الثاني من مباراة أستراليا. الاختيارات الفنية وغيره مع كامل الفريق اللي موجود بحذانا، يحضر بحذايا اليوم هالاند الفريق كابتن المجموعة الكابتن خالد تواتي. خالد مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة نسمة. بجنب خالد تواتي نلقى كالعادة صانع الألعاب في هذه المجموعة مروان البكري. مروان مرحبا. مرحبا بك محمد ومرحبا بالخيان الكل ومرحبا متفرجي قناة نسمة سبورت. كما قلنا للتحليل كامل جزئيات المباراة، أيضا الجانب التحكيمي فيها، يحضر بحذانا الحكم السابق والأستاذ في القانون الرياضي مختار دبوس. مختار مرحبا. مرحبا بك محمد ومرحبا بجميع مشاهدين نسمة سبورت. يوسف المويهبي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بالخيان وبالناس اللي تفرج فينا كالعاده. ويرافقنا اليوم المحلل الفني السيد طارق المسعودي. طارق مرحبا. عاشك محمد، شكرا على الاستضافه ومرحبا بالحضور وتحيه للمشاهدين قناه نسمة. وايضا اخر انتدابات الفريق والابن المدلل لهذه المجموعه هو السيد حمو. حمو مرحبا. مرحبا بك محمد ومرحبا بكل مشاهدي قناه نسمة. حماو يحضر بحذانا بعد بإحصائيات وأرقام هذه المباريات. نبدأ مباشرة سؤال بالبنت العريض لكامل المجموعة باش ناخذ رأيكم بإيجاز، يعني تعطيونا إجابة بعد نرجع أكثر للتحليل. هل المنتخب هذا منتخبنا الوطني بالأداء اللي شفناه اليوم، بالأداء اللي شفناه في مباراة الدنمارك، كان يستحق بلوغ الدور الثاني؟ خالد التويتي. كان يستحق بلوغ الدور الثاني. شنو صارت الماتش متاع أستراليا هو اللي خلينا ما خطر عليش كلعبنا كونتر أستراليا، الجمعية الوحيدة اللي كانت هي أنا تثبت محمد وقت اللي قلت لك رأي أستراليا من جمعيات اللي خوفوا ناسك لي سيريو تكتيسيان وفيزيك ويخوفوا. احنا كي فرنسا ربحت أستراليا سهلت لنا ماتش أستراليا، وذاك اللي بيج اللي تحنا فيها استسلنا أستراليا أكثر استسلنا خاطر كان لعبنا أستراليا كما لعبنا اليوم. اليوم حتى كي تقول اليوم لعبنا كونتر فرنسا من الدقيقة 80 لعبنا كونتر بعد فرنسا. نرجعوا للماتش تاع فرنسا نرجعوا له بعد بالكدا نحكيوا. اي خاطر استسلنا ماتش أستراليا برشا، كان هبطنا ماتش أستراليا ماناش مستسهلين وكنا نجموا اليوم نلقاو رواحنا في مختار دابوس. المجموعة هذه اللي شفناها منتخبنا في ثلاثة ماتشوات في دوري المجموعات من كأس العالم، كان يستحق الدور الثاني؟ الحقيقة كان يستحق الحقيقة. ماتش اليوم اللي ريناه والعباد كل الحقيقة كنا نتخيلوا اللي كانوا باش نعديوا ماتش صعيب مع فرنسا، اللي ريناه اليوم انطباع باهي خرجنا منه، لكن ديما قعدنا في نفس الإشكالية ما نتعداوش. تو واحد عمره قريب ال 50 سنة ما يراش تونس في الدور الثاني. ما نعرفش هل كان قريب ذا الإنجاز التاريخي كان قريب. عندنا 10 دقائق 11 دقيقة مترشحين للدور الثاني. إلى أن ماركات أستراليا من بعد. ماركات أستراليا مترشحين. نرجعوا للماتش. مروان البكري. كنا نستحقوا الحق بتاع ربي، واللوم ديما معناتها اللوم كان على رواحنا. وقت اللي حبينا نربحوا ربحنا، وقت اللي هبطنا باش نربحوا دي سي دي باش نربحوا وتحت بريسيون تحت ضغط كبير برشا ربحنا. مالغري معناتها اللي صار معناتها في الباركور بتاع التورنوا هذه كلامات وسلامات والاحداث اللي كان فرنسا وبطل العالم وغيره وبطل العالم مالغري توسا ربحنا، وربحنا زاد فوز مقنع، ربحنا عن جدارة. دونك معناتها مالينا كان اللوم على رواحنا، كنا نستحقوا الحق نتاع ربي. ما شفت كيفاش مالوروزمون بعد الحديث ما هو باش يرجع حد شيء. مالوروزمون معناتها قعدنا ديما معناتها مالوروزمون هذه الكره تو نحكيوا عليها بعد شويه. المباراه هذه انتصار ما كانش كافي لضمان بطاقه العبور. يوسف المويهبي هذا الجيل، واللي البارح كنت متفائل ذا اللي متفائل في التحليل ما كنتش متفائل في النتيجه، عكس مروان البكري اللي كان في التحليل قاسي لكن النتيجه كان الاقرب، قال المنتخب ينتصر 2-1. تستحق هذه المجموعه بلوغ الدور الثاني يوسف؟ صحيح محمد، كنت متفائل البارح خاطر نعرف المنتخب كل ما يلعب ضد فريق مرشح اقوى منه نعملوا ماتش كبير.
بالنسبه للترشح على مجمل الثلاثه مقابلات الحقيقه نستاهلوا باش ترشحوا نستحقوا اي شفنا برشا معناتها حاجات ايجابيه في ثلاثه ماتشات قبلنا كان هدف واحد ما كانت تنقصنا اللي خانا شويه هو تسجيل الاهداف اللي زاد في ثلاثه مباريات من الكنا كان هدف واحد. الكابتن والمحلل الفني طارق المسعودي مشاوية كبيره محمد مشاوية كبيره مع بعد انتصار اليوم معناها ما نجموش نتكلموا ما نجبدوش على استراليا يعني الخساره نتاع ضد المنتخب الاسترالي هي اللي خليتنا اليوم نكونوا خارجين. منتخب الدنماركي متواضع برشا معناها كذبه كبيره منتخب الدنماركي كبرنا اليوم انتصر عليه فريق استرالي اللي هو بيدو متوسط خاطر احنا اللي هو زاد انتصر علينا استراليا اي استراليا ما كناش مش هما باهين احنا كنا خايبين برشا. حسره كبيره شوفوا اليوم الاولاد الماتش اللي عملوه تو بعد ندخلوا في الماتش التحليل الفني الماتش العلامه الكامله محمد علي برمضان تكلمت عليه مره فات وجدي كشريده دونك مشاويه كبيره مي كوميم روحنا بانتصار منتخب فرنسا تعب الفريق الثاني بالثالث بالاسبوار منتخب فرنسا شفنا الشونجمونات اللي عملهم بعد لكن صح. كانت برشا اليوم تركيز وجرينتا من التروا سونترو وليدولا نرجعوا شويه للتحليل من بعد شويه تحليل طارق المسعود شوي انتصار به شوي حمو استحقينا بلوغ الدور الثاني بعد شويه تعطيني ارقامك استحقينا ولا قربنا برشا من الوصول للدور الثاني لاول مره في تاريخ تونس الاقرب ذا اللي كنا ممكن الاقرب مع عام 1978 الاقرب بعد نسخه 1978 مباراه تونس فرنسا الماتش هذايا اللي خلينا مره اخرى نحلموا في هذا الجيل نحلموا بهذه المجموعه من البدايه ظهر كره القدم لونتا ملي تدخل الماتش تقول الماتش هذا نجم ناخذه ولا لا تمعنا وربحنا ويبقى للتاريخ لكن ما كانش كافي المرور للدور الثاني شوفوا توت سويت اهم ما جاء في المباراه هذه مر المنتخب التونسي بجانب ترشح تاريخي للدورة الثانية من كأس العالم رغم الفوز على بطل العالم فرنسا في مباراة تاريخية وبطولية قدموها الملعبية لكن انتصار أستراليا على الدنمارك خلاها تترشح مع فرنسا وخلى في نفوسنا حسرة كبيرة على مباراتنا ضد الكانجر الأسترالي واللي كان عملنا فيها تعادل فقط كنا نترشحه. جلال القادري بدأ المباراة بتغييرات عديدة في التشكيلة مست مختلف الخطوط مقارنة بمباراة أستراليا في حين ديشان أعطى الفرصة 9 ملاعبية جدد ولعب بالفريق الثاني شيء اللي أثر على أداء بطل العالم في الشوط الأول واللي كان فيه المنتخب التونسي أحسن برشا من منافسه وبأكثر اندفاع في الهجوم وبروح مباراة الدنمارك كنا الأقرب للتسجيل. منتخبنا سجل هدف ألغاه الحكم بسبب التسلل على نادر الغندري بالإضافة لعدد من محاولات الاختيار اللي كانت تنقصها دقة في الأمتار الأخيرة شوط ألق فيه بصفة خاصة وجيك شريدة ومحمد علي برمضان. المنتخب زاد من ضغطه في الشوط الثاني ونجح وابي الخزري في فك شفر الدفاع المنتخب الفرنسي في الدقيقة 58 بعد مجهود فردي وكرة أرضية غالت بها موندوندا لكن للأسف الشديد الهدف ما كانش كافي في اللحظة ذيك بما أن أستراليا سجلت هدف التقدم على الدنمارك في نفس الدقيقة تقريبا ونجحت في الحفاظ على تقدمها ونفس الشيء عمله منتخبنا وكانت نتيجة انتصار تاريخي على فرنسا ما كانش كافي وخلف مرارة كبيرة على الطريقة اللي ضيعنا بها أسهل مشاركة لنا في المونديال. انتصار تاريخي كما قلت للمنتخب بانتصار ما كانش كافي يساوي انسحاب مالوريزمون غادرنا الدورة شوية كما قال طارق. نبدأ معكم الأولاد نحكي على المباراة هذية الاختيارات الفنية تغيير كل ظهر لي كابتن شفناه في الماتش الثالث للمنتخب مع المدرب جلال القادري تشكيل أخرى رسم تكتيكي آخر وبداية أخرى للمباراة هي ثم اليوم كي هبطوا لعبنا خمسة ثلاثة خمسة اثنين ثلاثة خمسة اثنين اليوم كما الأخرى مسعودي وقت اللي قالك نسمنا نستغلوا الأطراف كي يتخلى علي معلول وكشريدة ولا ويطلعوا ولينا نعمل بريوريتي نميريك لكن فما حاجة اليوم تشوف فريق فرنسا حتى الدقيقة 20 ما نتفرجوا محمد ما قلناهاش فرنسا معناها تشوف لي جوار نتاع فرنسا دي شي تكنيك طريقة غريبة ما كنتش أنا للدقيقة 20 ما كنتش نسخايب فرنسا باش تخلط جوارات يلعبوا في فرنسا فك المستوى هذاك معنى حاجة شنو يوسف؟ فرنسا شنو؟ شيمينو كان بالبارح قلت ما يجسوا لي شيمينو لا اليوم الشيمينو وحتى العشرين دقيقة ريتك تخلف 80 دقيقة مبابي ودخلوا كجماع وخدموا موتورات 80 دقيقة رجعت وقتها وقتها رجعت فرنسا لا تو يوسف فما فرنسا انت كان يجيو يسكروا لك التلفز ويحطوا لك الماتش ومن غير ما تسمع حتى شيء ما تقولش فرنسا هذيك امبوسيبل تقول فرنسا خاطر شفنا الكوره لعب ماتش كوره بريمير ميتون عمرك ما تقول فرنسا انا واحد من الناس قعدت بيت وحاجه اخرى عندنا تونس الميريت ولاد مشاو فوالا هذا الكلام اللي قال زاد تونس فما روح فما حسينه فما ميريت
فما ميريت وقت اللي الاولاد دخلوا الوسط تيرا الريال دروا نتاعنا الريال غوش علي معلول تشريده معلول تشريده معلول كورجيه دخلوا ولينا نحن نفرضوا في اللعب نتاعنا وخذينا الطرح ونيكا بابلو ماركينا وجبنا برشا برشا اوكازيون اي دونك اليوم فما ميريت. ما الذي تغير مروان البكري في الماتش هذا الثالث؟ الماتش الاولاني والماتش الثاني بالنسبه لي انا برسك صوره مطابقه للاصل الحاجه بركه. الماتش تاع اليوم شفنا فيه اهداف شفنا هدف فهمت، والماتش الاول كنا زاد نجم نشوف فيه اهداف هذا معناته يفسر حاجه بركه. شفنا الفريق الاسترالي اللي كان هو اقل واحد حظوظ باش يتعدى الدور الثاني، شفناه كيفاش لعب معناتها ما سون كومبلكس، لعب معناتها على امكانياته امن بروحه، شفناه كيفاش ربح فريق الدمار وقت اللي يزموا يربحوا ربحوا وربحنا نحن. دونك نحن كهبطنا اليوم هبطنا باش نربحوا. راهو شوف الاسبري اللي تهبط تلعب بها كي تهبط ديسيدي باش تربح مهما يكون فريق المنافس قدامك اه راك تنجم توصل اللي تحب عليه، حتى كان ما وصلتش توصل بنسبه كبيره 80-90%. شفنا اليوم انا ما يهمنيش فرنسا شكون لعب فيها اكس ولا يغريك، بقى شنو فرنسا تسع شونجمونات ما يغير حتى شيء. تقعد الكابتن فرنسا يقول لك كاينه ماهيش فرنسا اللي ريناه، تقعد فرنسا تبدل اسمها ولا اسمها ما عادش انا ما تبدلش قاعده فرنسا. ابري تو فرنسا لعبنا ضد فرنسا الفريق حامل لقب في النسخه الفارطه فزنا عليه عملنا اللي علينا، اما بحسره كبيره برشا برشا برشا. علاش تروح الدمارك؟ تروح الدمارك الناس الكل تحكي شفناه معناتها الماتش اللي عملناه والريزولتا اللي خرجنا بها اكس بلوا تلمو عبونا روسنا على الدمارك والدمارك والدمارك. سيفري عملت باركور باهي هي مي ديما على ماتش ديما على ماتش توتي بوسيبل. نتحسروا اليوم على كورة عصام الجبالي على الاخر، انا سبق وحكيت عليها وما زلت نحكي عليها والغدوه نحكي عليها، خاطر جيست تكنيك اللي عملها نتاع واحد ربح 2-3 والا نتاع واحد ماركي منها 20 بونت واقل حاجه في كاريرو. بالنسبه لي انا ان الغدوه والبعد غدوه نتحسروا عليها هذيك على خاطر تعمل ماتش اه بالريتم هذاك وبالفوليوم دي جو هذاك وبالاصرار هذاك وتخرج بان بوان وقت اللي انت كنت قادر باش تربح، انت كنت قادر باش تربح. من بعد تجي ضد الفريق الاسترالي، فريق الاسترالي ما هو خاسر حتى شيء، جايك ماكل اربعه من عند فرنسا في مخاخنا هابطين معناتها رابحين وطرح الماتش. فاجأنا الشوط الاولاني لقيناه يلعب لنا في شطرتي رام تاعنا، فرض عليك طريقة لعب واضح. سجل هدف وقعد بعد يستنى يذولي كيف ما صار اليوم مع الدمارك بالضبط. يعني فريق أقل منك إمكانيات لعب على إمكانيات نتاعو مشى بيهم جيسكو بو أمن بروحه، هاو نشوفوه اليوم في الدور الثاني. يوسف المويبي تقريبا التغييرات الكل اللي طالبنا بهم في البلاتو اللي حكينا عليهم اليوم كانوا موجودين اليوم، كشريدة معلول محمد علي بن رمضان الغندري في الأكس، وأول فرصة ظهر لي ونقزنا وشجعنا كرة الغندري الهدف اللي تم إلغاؤه بسبب تسلل مختار البونتو تاع الغندري. أي تسلل وكوراك بالضبط شنو اللي في بدنه في وقت أرجع واضح. يوسف التغييرات هذه جبت نتيجة محمد، التغييرات جبت نتيجة وجبت سورتو برشا فريشور فيزيك الأولاد اليوم عملوا ماتش. بالنسبه لي انا البارح كنا نحكيه وانا قلت لك كان يعجبني المردود ضد المنتخب الدنماركي واعتبرته من احسن المباريات المسابقات نتاع المونديالي بخلاف 78 قلنا اذا كان مش احسنهم. اليوم تبدلت بعد ماتش فرنسا، بالنسبه لي انا اليوم اقوى ماتش عملناه في تاريخ الكره القدم التونسيه في المونديال اي كومبري 78 بالطبيعه ربحنا بطل العالم. اليوم فرنسا اللي هذا النسخه للفارتا اليوم احنا وصلنا وقفناها ووقفنا السلسله ظهر لي من 2014 ما خسرتش في المونديال. الاولاد اللي لعبوا اليوم قدموا الاضافه، نحكي على الديفونس معناتها عملوا ماتش كبير، العيدوني والسخيري زاد عملوا انتري جرون ماتش، وجدي كشريده بالنسبه لي انا معناتها 10 على 10 اليوم، ووهبي الخزري اللي كنا متخوفين شويه خاطره اون بوينت في مركز جديد اللي نعرفوه بالخزري ما عطيكش برشا بروفوندور، مي كان ذكي اليوم حتى في التحركات نتاعو يطلب بين لي بيفو واللي زاكسيو نتاعهم، معناتها ما قعدش حاصر روحه في الديفونس نتاع فرنسا. وذاك اللي صار في البونتو، كان ترجع البونتو تشوفه خذا الكره بين خط الوسط وخط الدفاع باش نجم دار سبرينت دريبل دونك كان ذكي وكنا مخترين زاد على الكره الثابته كنا مخترين سور بلوم تاع مجموعه من التغييرات زاد في التشكيله تاع منتخبنا الوطني. وانت البارح قلت كان غير في مباراه استراليا كان برشا ملام يكون على الاطار الفني وعلى جلال القادري، لكن اليوم شفنا تغييرات
فيهم برشا افيكاسيتي، برشا نجاح، برشا عطاو فريشور، عطاو افيكاسيتي القدام، يعني اللي طلبناه الكل كان موجود. اي ما فما فرق بين تعمل تغييرات بعد ماتش باهي، وفما فرق كيما اليوم عملنا تغييرات بعد ماتش خايب كونتر استراليا، معناتها الكل مطالبين بالتغيير. اما الصعيبه ماتش استراليا اللي بعد ماتش بطولي كونتر الدنمارك، وقتها صعيبه باش تعمل تغييرات، وهذا اللي صار. واضح. اول من طالب بوجدي كشريده يكون موجود هو طارق المسعودي، كان موجود بحضنا هوني في الماتش الثاني، قال وجدي كشريده ينجم يكون حل من الحلول. وجدي معلول محمد علي بن رمضان اعطاه الحلول المطلوبه اليوم في الماتش، اعطاه بالعلامه الكامله وجدي كشريده. انا نحكي عليه من 2018 تظلم في كاس افريقيا مع منظر الكبير، معناها ما تنجمش انت تبدا تريني في وجدي كشريده وما تلعبوش، معناها فما حاجات غريبه على الاخر، معناها دراجر ملاعب نظيف وسيريو وبقرور وسير سير بلان فيزيك اللي لا، معناها دراجر معنا ما نقولوا فيه، لكن كوره لاتيرال دروا مودرن باش تطلع بالسنتر اليوم راهو يلعب قدام المنتخب الفرنسي. وجدي كشريده راهو معناها عمل الماتش كبير اليوم بالنسبه لي انا، هو طالبي ما عادش نحكيو عليه، تعدى معناها في نيفو اخر. اي في نيفو اخر. اما هو محمد علي برمضان ما يلعبش، ما تنجمش معناها ما تنجمش تقبلها. تشوف اليوم شو عمل، 70 دقيقه ولا 65 دقيقه بالرغم الشامبيونار ولا فيزيكمون ذا اللي تعب شويه في الاخر. بلاتو يونايتد مع الاسبيرانس تشامبيونز ليغ اللي روتور، وبعد لعبوا دو ماتش معناها ناقص، لكن يعرف يلعب، معناها كاليتي اخرى. معناها انا نتمنى كيما كشريده كيما طالبي اللي مشى وشق توا مسيرته، نتمنى زي محمد علي برمضان في اقرب وقت يخرج من البطوله التونسيه باش نحكيوا على المستقبل. بن سليمان مون 21 بالرمضان من عام 99، كشريده 95، طالبي 98، رانا نحكيو على المستقبل لانه الجيل نتاع مشاكل خزري راهو سي اون فان دو سيكل، معناها نحكيو جيل هذا مشي. لكن مره نحكيو على الجيل هذا نجمو نبنيو عليه، نجمو نزيدو نحلمو في المستقبل. نرجع لك من بعد شويه طارق، باش نمشيو لقطر نشوفوا الاجواء من قطر مع صديقنا وائل فتوش، اجواء الجماهير التونسيه، كيفاش عاشت المباراه هذيا بين خيبه امل ولا بين انجاز تاريخي وانتصار على بطل العالم؟ وائل مرحبا. اهلا وسهلا بك محمد. صح الجماهير التونسيه سعيده جدا ربما بالانجاز التاريخي للمنتخب الوطني التونسي بالفوز على فرنسا، فوز مهم جدا من الجانب المعنوي. صحيح المنتخب الوطني لم يتاهل للدور الثاني من كاس العالم، ولكن هناك رد فعل جيده جدا، والانتصار مهم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي في لقاء اعتبره الكثيرين هنا من الجماهير التونسيه انه تاريخي ومميز ذات معنى الكلمه. الاجواء التي تسود بعد المباراه، هل هي اجواء فرحه ام اجواء خيبه امل وحسره نوعا ما على عدم العبور والمرور الى الدور الثاني في انجاز قد يكون تاريخي لمنتخبنا الوطني؟ صحيح هناك حسرة، خاصة أنه المنتخب فرط في أسهل لقاء اعتبره هو الكثيرون ولقاء أستراليا، ولكن رد الفعل بالنسبة للاعبين اليوم والفوز على فرنسا بأداء جيد أداء ممتاز ربما سهل الأمور نسبيا على الجماهير التونسية ليكون هناك يعني تقبل نوع ما لهذا الانسحاب برضا كبير، خاصة بعد لقاء دعني أقول بطولي وربما جلال القادري أخطأ في لقاء أستراليا واليوم أصلح أخطاءه. الجماهير التونسية هنا في قطر سعيدة جدا بحقيقة بهذا الانتصار المهم على فرنسا، خاصة أن لقاء فرنسا بالذات يعني الكثير بالنسبة للتونسيين من جوانب عدة ليس فقط على الجانب الرياضي. الجماهير التونسية سعيدة جدا رغم خيبة أمل نسبيا بعدم الترشح، ولكن كما قلت رد الفعل ربما أصلحت خيبة أمل عدم الترشح. الأجواء أثناء المباراة تقريبا كانت كما تعودنا على الأجواء الجماهير التونسية ديال هذه الدورة، لما حال كان فما كلام نوعا ما قبل المباراة الثالثة المنتخب وخيبة الأمل أمام المنتخب الأسترالي من عدم حضور الجماهير التونسية، كيف كانت الأجواء داخل المباراة وخارج الملعب؟ يعني تقريبا حضور جماهيري كبير وكبير جدا للجماهير التونسية في مباراة اليوم. نعم الجماهير التونسية بصراحة كما قلت كانت حاضرة رغم هزيمة أستراليا، كانت حاضرة وأكدت أن صورة تونس في الميزان، وكما قلنا وكما روجنا وتعاونا لأن لقاء تونس فرنسا لقاء مهم حتى إن لم يتأهل منتخب التونسي، لأن الجماهير التونسية لحد الآن أبلت بلاء حسن في الحقيقة، حضور اليوم كبير جدا تجاوز، دعني أقول متأكد من رقم تجاوز 30,000 تونسي اليوم في استاد المدينة التعليمية، من إجمالي 43 مشجع حاضر اليوم في الملعب. حقيقة الجماهير التونسية تستحق كل التقدير على ما قدمته المنتخب الوطني التونسي من دعم ومؤازرة من أول يوم وصول إلى الدوحة إلى آخر لقاء اليوم لقاء من منتخب الفرنسي. نفس السؤال تقريبا مش يكون المرة هذه على زوز نقاط مهمة كانت في المباراة، النقطة الأولى هو تسجيل منتخب أستراليا، هل كانت الجماهير التونسية تتابع المباراة في نفس الأثناء اللي تعرف نتيجة
المباراة الثانية الدنمارك أستراليا. والنقطة الثانية وهي المهمة زادة هوني تقريبا عشناها لحظات رعب، وهي لحظة الفار وقت اللي كان الحكم ثبت في هدف غريزمان، هل هو هدف صحيح أم هدف غير صحيح؟ كيف عاشت الجماهير التونسية الزوز لحظات هذه؟ نعم، الجماهير التونسية كانت عين على ملعب مدينة إعلامية وعين ثانية دعني أقول في استاد الجنوب، وكانت النتيجة موجودة أيضا في الملعب، الملعب المدينة التعليمية كانت هناك النتيجة بالنسبة للقاء الثاني موجودة، ولهذا كانت المتابعة دقيقة للمباراة الثانية بالتفاصيل. للأسف المنتخب الأسترالي سجل تقريبا في نفس اللحظات التي سجل فيها المنتخب الوطني التونسي لحظات الفار، أيضا كانت ربما متعبة نوعا ما للجماهير التونسية، ولكن الحمد لله يعني الانتصار كان جيد ومناسب اللحظات المناسبة للجماهير التونسية وللمنتخب الوطني التونسي، على أمل أن نصلح الأخطاء الماضية وتكون النسخة ربما الكأس العالم القادمة أن يشارك المنتخب وربما لملاء التفكير في العبور الدورة الثانية إن شاء الله. شكرا لك صديقنا وائل فتوش من الدوحة قطر، موجود على عين المكان. شو واصل الأجواء الاحتفالية تقول لي مع الجماهير التونسية؟ عندك الخط متى شئت وتنجم تتدخل معنا. يرجع لنا بعد شوية وائل فتوش. نرجع للجيل ذي طارق المسعودي يقول كبت جيل ما شاء الله فيه مزيج بين اللاعبين، ما يمكن تقريبا هذا آخر مونديال، لكن فما لاعبين 95 94 90 يعني 99 أيضا 2001 ما شاء الله، هاو فريق فيه من العناصر الشاب. حنبال 20 سنة تقريبا هو قد شو اسمه بسليمان. يعني هل نجموا نحلموا بجيل هذين بنيوا عليه؟ هل ما وصلت الحلم مع المدرب جلال القادري؟ مدرب جلال القادري ليه نجموا نحلموا بجيل هذي نجموا نخلطوا به لبعيد مع زيدو شنو هو طارق المسعود؟ ليه خطر قالها من قلبه معناها تونس الكل يعني اسمع شوف ايش يقول لك تونس الكل خالد تويتي توا توا ليه فما حاجه ايش يقول لك فما حاجه بالله فما حاجه والله تو فما حاجه في الكوره حاجه تو اللي لعب اليوم برمضان يلعب تاع سبيرونس وينك ليبيس اليوم الوليد عمل لي كيف مش نورمال وقتها ما عادش تدخل فيها اسبيرونس كلوب الوليد عنده بالله تو الماتش اللي فات في بلاصه دخل شو اسمه هذاك لا فرجيني سيسي تدخل الوليد هذا فما ماتشوات رمضوما يربحوهم لي زونترونور اليوم راهو الماتش اللي عملناه ميسيرش خلينا نحكي اليوم مش ما لعبناش مع فرنسا راهو مسعودي شوف رد بالك راهو وقتاش لعبنا مع فرنسا في الدقيقه 80 من الدقيقه 80 خدموا موتورات اخر تغيير كان المنتخب الفرنسي 79 دخل ديمبيلي وليت مبابي رابيو ساليبا غريزمان ديمبيلي ياك دخلوا هذوكم ريت انت دخلوا هذوكم في 10 دقائق في 10 دقائق ماركاو بونت وجابوا جيسوس ولا تروا زوكازيون اخرين اليوم يلزمنا نعرفوا نحن امكانياتنا بون بلي جوار اللي كان يحكي عليهم المسعودي مع الجوارات هذوما يلزمهم مدرب كفء على خاطر مدرب نتاع المنتخب يلزم مدرب كفء خاطر نحن اليوم كنا نجم نتعداو كان جينا نلعبوا كل ماتش وماتشو ماتش استراليا كما قلت انت كان لعبنا اليوم مع فرنسا ريت ليزاريان نتاع فرنسا طلعنا فكينا لهم الفوق الكره عملنا زون ريكوبيراسيون الفوق فكينا لهم الكره الفوق استراليا ما يعرفوش يلعبوا كانت طلع لهم الفوق كنا نربحوهم 2-3 ما يلزمش بالاسامي معناها ظلم كبير انا محمد علي برمضان تحكي علي انت انا ولدي ترى انا عندي في ليكيب ناسيونال مواليد 99 معناها جينيراسيون هذيك من اقوى جينيراسيون اقوى لاعب في الترجي الترجي فيها لوني فيها كوليبالي وفيها البدري وفيها اقوى لاعب في الترجي هو اللي هز الترجي يكركرها ما تنجمش ما عندك معناه محمد علي برمضان عنده غريبه برشا فما حاجه نتاع الريتم نتاع البطوله على غالب ما عندوش دخل فيها لكن شفتوا اليوم كي اللي ما يعرفوش يقول اتاكون اللي ما يعرفوش يقول محمد علي برمضان يلعب في الكولوار وهو يلعب في الوسط ماهوش معناها كاليتي نتاع لاعب اوروبي ما تنجمش عندك شهرين وهو معاك وانت تشوف فيه وتدخل فرجاني قبله ما تجيش معناها ما تو حسره زيد نحكيو بحسره يوسف مع انه نواصلوا مع الاطار الفني هذا جلال القادري بالمردود اللي شفناه ومنتخبنا والباركور هذا في كاس العالم خالد يقول لك مع مدرب اخر والله ايش نقول لك معناتها هو يلزم قيمه ساعة مردود المنتخب هو جلال القادري يعني نحن تو قاعدين نقيمه في مردود المنتخب باش نقيمه قلت لك بالجمله هذه باش ندخل لك في تقييم اما اللي سمعته انا اخر مره في بلاتو قال انا الاوبجيكتيف الاولاني والاخراني اللي ماشي عليه الكاس العالم هو المرور الدور الثاني اذا ما نجحتش في المهمه هذه راني باش ننسحب دونك زي تو باش ندخلوا في باش كان نواصلوا به ولا خاطر هو بيدو باش يقدم الاستقاله حسب ما حكاها
هذا اللي قاله هو قبل المشاركه، لكن تعرف كي يعمل باركور باهي واداء مقنع نجم نحكيه معاه ونجم يرجع. معناها انا ما نتصورش، خاطر هو ما قالش كان عملت اداء باهي وما ترشحتش نكمل، قال انا ما ترشحتش راني ما نكملش ما نوصلش على راس الاطار الفني المنتخب. صحيح اوبجيكتيف كيما منذر كبير بالضبط نفس العمليه. دونك لهنا كيما كنا نحكيه عندنا اولاد صغار نجموا نبنيوا عليهم، عندنا برشا نقاط قوه ظهروا في المونديال هذا، كيما زاد ظهروا عندنا برشا اعوار وبرشا نقاط ضعف يلزمنا نخدموا عليهم، ويلزم تصير باساسيون كما يحكي خالد ديما. شو نقاط الضعف اللي رينيها مثلا؟ نقاط الضعف اول حاجه يلزم نصنعوا في بطولتنا ولا حتى للمهاجمين اللي احترفوا لبرا مهاجمين، يبدا المهاجم قناص هداف نستحق له في الماتشوات المسكره باش نلقاو هداف بيتور معناتها في 18 متر. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الخنيسي لا، الجزيري لا، المونديال هذا ما مركبش عيسام جبالي مروان، هذوما ما فيهمش المونديال هذا قداش هزينا من مهاجم نحن ما ماركه حتى مهاجم ماركه كان وهبي الخزري اليوم اللي عمل الماتش به. النقطة الضعف تسعة مدافعين وأربعة حراس هزينا زاد أي ما زاد من الحاجات الباهية قبلنا كان هدف مع منتخبات عملاقة كما فرنسا كما دنمارك وأستراليا الوحيدة هدف ضد أستراليا. لحظة بركة مش كمل لك البوان فيبل الثاني وخذ كلمة أخوي. النقطة الضعف الثانية توا يلزمنا نتعلموا نلعبوا كورة كونتر منتخبات أقل منا ونحن على الورق خير. توا الدنمارك وفرنسا ما خسرناش وهما خير منا، أستراليا نحن مرشحين ونحن أقوى منها حتى في الترتيب الفيفا نحن 30 وهم 36 نحن خير منها أستراليا. البونت الوحيد اللي قبلناه في المونديال ضد أستراليا وما نجمناش نمركيوه. دونك لهنا يلزمنا نتعلموا زادة فما ستيل جو آخر نسحقوا له ضد المنتخبات اللي أضعف منا، نتعلموا لتاك بلاسي الكونسيرفاسيون هذوما زادة طلب نوعية معينة من اللاعبين كاليتي أخرى تعال. دونك نحاولوا نخدموا عليهم للمستقبل. مروان نحن توا كان نشوفوا الباركور اللي عملناه الاخراني كل الباركور نتاع الماتشات تاع ليكيب ناسيونال الكل توا كان عندنا 10 ولا 15 ولا 14 ماتش حاجه كي ينتعادلوا وكان فوزنا ديما بهدف. يعني كان نشوف مثلا النومبر نتاع البونتوات اللي تماركاو في الباركور الاخراني نتاع الباركور الاخراني الكل تلقى يا نول يا بهدف. ما ديما تلقاك معناتها بهدف معناتها بورتون عندنا معناتها عندنا ملاعبيه عندنا ملاعبيه معناتها تلعب في الدوريات البرا عندنا معناتها مهاجمين. ما فهمت شنو هي المشكل. انا المشكل ارقام المونديال مع حمو يعطينا حمو مشاركات منتخبنا مثلا قد يسجلنا قداش قبلنا ردود الافعال تاع الدورات اللي تعدينا بهم الكل. حمو منتخب التونسي شارك للمره السادسه في كاس العالم، يعني 18 مقابله لعب المنتخب التونسي فيهم ثلاثه انتصارات زوز ضد فرق الكونكاكاف مكسيك بنما، واليوم اول انتصار ضد منتخب اوروبي اللي هو بطل العالم منتخب فرنسا، خمسه تعادلات و10 هزائم. كي نشوفوا عدد النقاط نلقاو المنتخب التونسي تحصل على اكبر عدد نقاط بما انه عام 1978 الانتصار كان يخو عليه نقطتين والقانون هذا تبدل في مونديال 1994 في امريكا. حصيله الاهداف المقبوله والمدفوعه نجم نقولوا مونديال 2022 هو ثاني افضل حصيله اهداف مقبوله ومدفوعه للمنتخب التونسي بما انه عنده صفر سجل هدف وقبل كان هدف. افضل حصيله تبقى 78 بما ان سجلنا ثلاثه اهداف وقبلنا كان زوز اهداف. واسوا حصيله هي مونديال 2002 في كوريا واليابان سجلنا هدف واحد وقبلنا خمسه اهداف. المنتخب التونسي يعرف الانتصارات فقط مع مدربين تونسيين مع 1978 عبد المجيد الشتالي، 2018 نبيل معلول، و2022 اليوم مع جلال القادري مقابل مع زوز مدربين دربوا المنتخب التونسي في كأس العالم وكانوا أجانب اللي هما هنري كاسبر جاك وروجي لومير. ما عرفناش معاهم الانتصار. المدرب التونسي هو اللي يعرف الانتصار مع منتخبنا خالد. مش حكي لك عن المنظومة الهجومية، احنا في 78 ماركاو ليزاري لاتيرو راهو ماركي بونتو، مش معناها يلزمني لافون سونتري ماركي بونتو، وإذا لافون سونتر ماركا بونتو يلزم الناس تغذيه بالكور باش يماركي. فرنسا هز كوب دي موند 98 دوغاري يلعب غيفارش يلعب افون سونتر ما ماركا حتى بونتو. جيرو كوب دي موند الاخرانيه 2018 ما ماركا حتى بونتو حتى تير كادري جيرو اسمعني علاش فما 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 يا مويبي فما ان سيستيم دو جو فما ان سيستيم دو جو يدخلوا فيه نوع نتاع لاعبيه. اليوم كي تبدا عندك جوارات مثلا كيما زيدان ولا برشا جوارات انا تو فما حاجه تو مشي عليها كسعد فقير، خاطر اليوم كان جا سعد فقير لعب في ليكيب ناسيونال مني كانت تونس راي ربحت استراليا على خاطر برشا كلك اللي راجعين على بحث 18 متر
اللي كابابل باش يضربك يعطي لي فراب. دونك اليوم كي نحكيو على ما ماركيوش ترجع تولي وقتها الخوف لهنا في المونتال. واضح. الخوف في المونتال، ما عندناش هكا الجرأة اللي باش نمشيو ونقدموا ونحبوا ونربحوا. فهمت كيفاش؟ واليوم كي لعبنا كنت فرنسا على خاطر نحن دومي وزيد فرنسا كلي ضعيفة برشا. اليوم زيد نعاود لك ونقولها لك، راهو فرنسا ريت فرنسا عام في الدقيقة 80، أما قبل الدقيقة 80 ماهيش فرنسا هذيك. ماهيش فرنسا، مروان. هجوميا المشاكل هجوميا هي شوف كي يقولوا هجوميا ماناش نحكيو كان على معناتها لي جور تلعب قدام، نلعبوا معناتها على في الفازون فون تنشيط هجومي. تنشيط الهجومي يعني قلت لك حكايه، هي راهي حكايه ماناش حكايه عقليه البونتوات، حكايه تركيز، حكايه ناس مأمنه برواحها، حكايه خدمه. فهمت تقريبا اخر هدف كلهم اكسبلوا انديفيديوال، معناها بيرفورمانس من جوار. مثلا اليوم وهبي الخزري في ال 30 متر شوف الاخر، انت اليوم تو احنا حكينا على اللاعبين جبدهم اخونا مسعودي معناتها بالاسم، وحكينا انا نرى اللي الفريق القومي كل ما يهبط بالنسبه لي انا اليوم فريق قومي القومي كامل كان معناتها اليوم معناتها 10 على 10 ماتش الدمار كيف كيف. يعني نحكيه كل ما المجموعه كامله تكون في نهارها كل ما نعملوا ماتش كبير، ما عندناش فرديات كيف ما نقولوا، ما نعرفش انا فرديات نجم تجيب لك لتراح كيف ما ترى مثلا مبابي ولا تشوف ديمبيلي. عندنا جروب، عندنا مجموعه. الخزري اليوم ما يجيبش جروب، يوسف المساكني ما يجيبش تراح واحد ميساج نحكيه هدف تاريخي دار اليوم للعرب شكون تساوى مع سامي الجابر فوالا بثلاث اهداف. لا انا نحكي شو جا اقول لك حاجه، راه مانيش قاعد نحكي على اهداف اللي تمركات في معناتها في باركور نتاع بطوله لا لا، نحكي على نحكي على مناسبات كيف ما هكا مثلا في كاس عالم حاشتنا بشكون يماركينا باش نتعداو للدور الثاني اللي نحن عمرنا ما تعدينا للدور الثاني في حياتنا. وراي النسخه نتاع الكوب دي موند هذه 2022 ما عادش باش تتعاود جمله، علاش؟ جات في جات في بلاد عربيه ثم ستاد كنا قريب برشا كنا قريب اقرب مره ستاد كامل اليوم في دوله عربيه ما نتصورش كان باش تعود لك ستاد كامل جمهورك سمعنا يعني انت تصور عندي شلون جبد عليها النقطه هذه وقرروا باش نلعبوا كان باش نلعبوا في تونس فوالا. يعني فرصة جاتنا فرصة نحن العرب نحن والمغرب جاتنا فرصة باش نتعداو للسعودية باش نتعداو للدور الثاني، فرصة اونوغ بالحق اونوغ. فهمت ما الحق نتاع ربي ما استغليناهاش انا لي ستاتيستيك توا اللي سمعتهم، خاطر انا من قبل ديما نقول راهو مدرب المنتخب يلزم يكون ولد بلاد، معناتها توا نحن في الافريق للخمسة يدربوا مش كان راهو في الافريق توا مثلا في المانيا مثلا في تاريخ الكل شوف قديش مدرب شد وتو ماشيين بالسيستم يشد تاريخ الكل ده تسعة مدربين كل المدربين ألمانية فرنسا زاد ماشية بال على المنوال تسعة مدربين في تاريخ ألماني كان بعد لومير حاسيلو كان فرنسيس تو قاعدين يشدوا بعد ديشامبش يشد زيدان. نحن زاد منتخبنا تو كي تسمع للستاتيستيك ربحنا مرتين في كاس العالم ولا ثلاثة مرات على ثلاثة مدربين توينس المرتين اللي شدونا اجانب ما عملنا حتى فيكتوار في كاس العالم، وديما الاجنبي كيجي نعطيوه قيمته ونعطيوه الصلاحيات الكل ويدخلوا حد في خدمته، وكي نجيبوا تونسي نحاولوا كيفاش ندخلوا له ولا نضغطوا عليه، علاش اليوم ما نعطيوش التونسي ونخليه يخدم مرتاح يا خويا؟ هاو التونسي هي قاعده تجيب في نتائج ولا؟ نعطيوه التونسي ونعطيوه الامانه اما ما ندخلوش فيه، تو من بعد يحاسبنا سير كيرا. اليوم قلنا الاقرب باش نجيك طارق، الاقرب الفرصه الاقرب لبلوغ الدور الثاني، المجموعه ذهلي مواتيه المجموعه، كان عندنا تروح برونابل على الورق هو تروح اللي خسرناه استراليا. المفاجاه عملناها في الماتش الاولاني الدنمارك اللي كنا مغولين الدنمارك وعملنا اللي علينا. جمهور قطر 30,000 كل ماتش حاضرين معاك، الدنيا الكل كانت مواتيه باش نوصلوا. شكون اللي كان سبب ان ضيعنا بطاقه العبور هذه للدوره الثانيه؟ من يتحمل المسؤوليه اليوم؟ كمش نحملوا مسؤوليه ولا كمش نعملوا محاسبه ولا نعملوا بيلون؟ شكون نلقاه يتحمل مسؤوليه هذا؟ مسؤوليه اذا كمش تحكي فما ساعه الاسباب المباشره والاسباب البعيده معناها لي كاليتي والواحد مسؤوليه بتبيعها ديتال الفني معناها اذا كمش تحكي انت وحكي يوسف تو على ديتال الفني احنا الاجانب اللي جاوا راهو اجانب ناحي لومير راهو صنف ثاني وصنف ثالث راهو جاونا اجانب خوافه راهو جاونا اجانب ياخذوا في تعليمات راهو جاونا اجانب ما يحلمش باش راهو جاونا اجانب تفكروا على انجيريس وكاسبرجيك جانا في اخر كاريرو كي جاروا جاوا حتى الناس كلها على السكه طلع الملاعبيه واكتشف الملاعبيه واحد ولهنا نحكي لك على قيمه المدرب يعني شكون لاتاكون نيميرو ان في المنتخب تاعو عصام الجبالي صدفة عصام الجبالي في دورة اليابان لعب سجل الهدف هذاك ثبت مكان صدفة ما فماش يعني لهنا لونترونور يعني مش دز ملاعبي باش
باش فما لاعبيه عندهم بلايص ريزيرفي تو لازمنا نخمو في منتخب ما بعد. شكون اللي عنده شكون عنده بلايص هنكمل هنكمل لك لان نحب ناخذ انا لازمني منتخب ما بعد يوسف المسيكني ما بعد يوسف المسيكني فوالا معناها شفنا اليوم معناها يوسف طالون ما نحكينا عليه برشا تو لازمنا نخمو في المنتخب ما بعد يوسف المسيكني المنتخب الجاي ما كانش عنده بلاصته اليوم يوسف مثلا انا ربحنا اليوم غير يوسف مروان شو تبي يقول له هو شافك يعطيني رايك عنده بلاست ولا اخي سامحني انت تروح تدمرك العاب انا ما نحبش يعني اقول لك رانا مع نحكي ديما باسم المجموعه ما نحبش نربي في سؤال يا مروان كان باش تراوغني ولا باش تزين خنت عد قال لك يوسف المسيكني ما عندوش بلاست اليوم وهنا ربحنا بلاش يوسف انا سالتك يوسف اليوم عنده بلاست ولا ما عنده بيان سور عنده بلاست تفضل قول ها اخي انت تروح تدمرك العاب يوسف ولا ما لعبش كنت نجم تفوز ولا لا كنت نجم تفوز واسكو دمارك الماتش الاولاني لعبنا لها دمارك هذيك معناتها كامله معناتها ما هي ناقصه حتى حد اسكو معناتها تحب تو نحكيو معناتها بالاسكو هي بيدها فرنسا بتاع اليوم اللي لعبت ولا لا لا دونك كي تقول لي هنا ربحنا على اكسبلوا انديفيديوال من الخزري وشفناها كيفاش تماركيت الكوره وشفنا معناتها فريق ثاني مغاير هذا مش معناتها راهو سبب هو فلان ولا فلان وما نحكيش كان على يوسف بركه راهو حتى الناس اللي ما لعبتش سان فو با دير اللي ما عندهاش بلايصها راهو الناس اللي هبطت اليوم هاني قلت لك هابطين بس بري يحبوا يربحوا وربحوا دونك يوسف ما عنده حتى دخل في اللي قاعد تحكي فيه راه لا لا جوار كونفيرمي على الاخر نحكي على المستقبل انا نحكي على المستقبل لا واش حكيت كان عليه اخر 10 ماتشات وعلاش حكيت كان عليه خاطر هو تيتولير بارونتير في الـ هو بركة وهبي الخزري لا وهبي ما يلعبش اليوم ما لعبش اول ماتش اليوم لعب ماتش الاولاني لعب نزيد نسمي لك لعب وسجل انا لعب وسجل بيان سور لعب وسجل انت كيف تاريخي ما احسن جوار في المنتخب اي بالله سامحني هو تمبيرامون تاعو كي فما بعض من جماهير تونس التونسي ما ما الباركور صحيتك دي طون دو ملعبي طون دو واحد اما الارقام وهبي معناها حاجه اخرى انا راني نحكي على الباركور نتاع يوسف مش وصلنا كوب دي موند باركور كامل ما ساهمش فيه ما شاركش فيه ما سجلش فيه اهداف لا انت تو خولتني كلام اخر ما لا كي تقول انت ما بعد يوسف وجهت له تهمه كاينه هو معناتها يلعب بالقوة لا لا مش وجهه وهذا العيب عليك فيه لا لا كما نقولوا قولوا يلعب سقي وفارض روحه بسقي لا لا كما نقولوا حشدنا بالترجي بتاع بعد طارق ذياب وترجي العايد الحمروني وفريقي فوز الرويسي لا لا تتسمر ما قلنا ما بعد طارق ما بعد عايد لا لا لا, لا, لا في وقت كيف ما هكا لا بعد ما ربحنا تجي تحكي على السيد بتقول ما بعد يوسف ما كاين قلت ما بعد وديع الجري بالضبط لا 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 في المنتخبات وفي الانديه فما جمعيات تسميه باسم ملاعب بسامي ملاعبيه يعني يقول لك 2008 الذوادي والمويبي من بعدهم هما سامحني انا نحكي على المنتخب ونحكي على المستقبل لا كنت نجم تقول ما بعد الناس اللي فوق 30 سنه مثلا زيدنا بالعكس لا لا هكا تجمع انا كي تقول ما بعد فلان ضربته ديريكت لا لا العمر لا العمر لا العمر ما عندوش حتى علاش لا العمر ما عندوش بلاش معناها ما بعد يوسف نحكي على الروندمون انا في الهجوم تاع تونس انا كنت نحكي لك على بن رمضان وعلى كشريده وعلى حنا بعد المجبري ولا كذا نحكي حنا بعد ما قدم حد شيء على المونديال الجاي لا لا برمضان اوكي الناس مازلنا مستفدنا منه حد شيء حنا بعد مازلنا ما شفنا شيء ما شفتوش يا حاج ما شفنا شيء ما لعب 19 سنه مليح اي لا اخي تحب يقول لك انا معناتها نوحي انا بعد 3 سنين باش يعمل ولا بعد 4 سنين لا مش قلت لك الى حد اللحظه ما رينا شيء نحكيوا على مونديال كندا وامريكا سؤال محمد كان واضح قال ومن بعد نحكيوا على ما بعد يوسف المساكني هاني قلت لك انا حبيتها خاطر الكابيتان خاطر حتى حد ما يشك يوسف المساكني تنجينين كنا نقولوا انا واحد من الناس اما موندوني هو قال لي هكا خال لا ما قال لك بعد يوسف خاطر يوسف يوسف مش باش يشارك لا 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 مش لا مش يقعدوا في يوسف هو بوان قال فما بلايش ريزيرفي وما بعد يوسف انا قلت كلمه حق قلت كلمه حق في السيد ونقولها في كشريده كانوا ما يلعبوش فيه بتاع اللي هو جوار هجومي ماهوش دفاعي وراهم اليوم بالكاشف اللي هو ملاعب عصري وقت سواء في الدفاع ولا في الهجوم دونك كل واحد يستحق باش نقولوا فيه كلمه حق ونقولوها فيه وهو كذا يوسف المساكني ربحت ايكيب ناسيونال وما لعبش هو اليوم سان فو با دير ما عندوش بلاصتو عنده بلاصتو وكان ينجم يكون من الحلول وكان ينجم معناتها تفوشين مش كان ينجم يكون من الحلول اليوم خلتواتي كان ينجم يكون حل من الحلول خاطر فما ملاعبيه تو اللي يحكي فيه العربي راهو معناها قال لك عربي مش عربي مسعودي اللي يحكي لك فيه المسعودي وليت عندي حتى بالعربي في الأسامي بالعربي أحكي لك حتى حد ما يشك في المساكن قال لك بعد المساكن معناها تصور أنت الكوب دي موند الجاية المساكن ما تمشي يشارك فيها بالعمر مش وحده
برشا باش يتنحى. يقول برشا. لا قلت فاندي ستيكر. فما جوال فاندي ستيكر. ايه ما توا لا قفلتها بما بعد الجاني. نقعد في نقطة أخرى. نقعد في نقطة أخرى باش يجاوبني عليها خالد تويتي يوسف المويهبي. أنيس بن سليمان أنه ما كانش موجود في المباراة الثانية ضد أستراليا، هل اليوم أكد أنه اللاعب هذا لازم يكون موجود في التشكيلة أنه يعاون في خط وسط الميدان خاصة وقت اللي تبدأ الكرة عند المنتخب المنافس؟ نعم أم لا؟ نبدأ معك خالد. يلزم يكون موجود على خاطر شوف أنا كريت في ماتش أستراليا قلت لك لمساكني وسليتي زيرو ريكوبيراسيون ما رجعوش ما عملوش. ريتو اليوم الوليد وقت اللي يرجع للوسط والقوة متاع الكرة وين إذا شديت أنت الميليو التيران تولي أنت تتحكم في الماتش خاطر عليش ونا بزوان دو الناس اللي يعملوا الإكيليبر في الميليو التيران. ريت السخيري نقول لك السخيري يعمل الإكيليبر شفتوا العيدودي مع هذوكم زوزك اللي بقارير واحد يتبلاسي والآخر بقارير يزم واحدك اللي يعرف يلعب الكرة ويعرف يتبلاس. وعليش الكرة هي الكرة شنية يا الكرة الكل كي تبدأ عند الكرة عند واحد يزم يلقى لي سوليسيون. وين يلقى سوليسيون؟ يلقى أبوي وسوتيان يعني أبوي سوتيان أبوي سوتيان في كل في كل في كل أكسيون شفتها وين تقبض تلقاو الوليد يمدوا له الكرة وهو قوي كان قريب وكان حل كان قريب وكان حل من الحلول. واضح يوسف. والله بالنسبه لي انا كل ماتش وحقيقته والكاليتي الجوار نتاعو اليوم نحن نحكيو في فورماسيون تاع تونس قاعده ناجحه باهي اللي هي 3-5-2 رف 3-5-2 ثاني 3-5-2 اليوم اول مره نلعبوا 3-5-2 اي 3-4-3 اليوم اول مره 3-5-2 الساعه 3 باش تلعب دو زيكسونتري في نهار كبير ويعملوا لك ماتش باهي وذي اللي ما صارش تروح استراليا. قلنا وين الخلل؟ الخلل صار في لي دو زيكسونتري دراجر العابدي خاطر نلعبوا بثلاثه مدافعين ديجا نقصين واحد معناتها كنا نلعبوا بزوز اذا هما ماهمش باش يساندوا الهجوم تعبوا من الماتش الاول زاد تعبوا عملوا ماتش عملوا ماتش كبير نحن ما نجحناش الاول الماتش الاول عملوا ماتش كبير لعبوا ماتش كبير دونك تعب اي تعب اوكي دونك ما مشاوش ولينا ناقصين ولينا زايدين ديفونسور بالفارغ خاطر نحن نلعبوا بثلاثه ديفونسورات باش نعطيهم اكثر حريه القدام باش يعاونوا باش يساندوا الهجوم وهذا ما صارش ماتش استراليا. دونك اليوم علاش انا لعبنا ماتش باهي اليوم بالرغم كانت فما تغييرات اليوم شفنا بالرمضان في بوست مش المركز نتاعو ونجح فيه وحد ما قال الميريت مثلا الستاف تكنيك على الاختيار ولا حاجه ها وانت تقول انا نقول الميريت يرجع له علاش على خاطر اول مره بالرمضان يلعب في بوست كيما هكايا بوست متقدمه على العاده كونتر منتخب فرنسي الملاعب عنده برشا ما لعبش ماتش اوفيسيال دونك كان فما في شويه ريسك كما نقول كان فما كره الشجاعه من المدرب كان فما شجاعة. واضح واليوم قلت لك نجحنا في التكتيك هذا ونرجع لك نربط لك مع بن سليمان خاطر حاجتي بن سليمان بن سليمان عمل الماتش الاول به وعمل الماتش الاخراني به كان صار نفس التغيير انا رتحناه في الثاني هذا سؤالي ان كي رتحناه في الثاني ظهر انه خلى بلاستو ظهر فما خلل هو ظهر خلى بلاستو صحيح هو صحيح خلى بلاستو اما فما كواليس نحن مش حاضرين فيها نعرفوش عليه كيفاش يترن حسب اوجه حسب فاتيك نجم يكونوا صاروا عليه هذوما ونحن غايبين ما نجموش نحكموا ونحن مانيش في صلب المنتخب اما شنو نقولوا نحن كي نتفرجوا اليوم نقولوا كان جاي حاضر ماتش استراليا كان ينجم يعطي البلوس وينجم يكون حل من الحلول. واضح باش ناخذ فاصل من بعد نرجعوا نحكيوا على باقي التغييرات غيلان الشعليلي علي العابدي عيسى مجبالي والمجموعة اللي كانت موجودة. نحكي أيضا عن المنتخب الفرنسي اللي تقولي بعد دقيقة 80 كابتن خالد التويتي هل مبابي كان في حجم تخوفاتنا ونحن انتصرنا على منتخب مبابي ومنتخب بطل العالم. فاصل صغير ورجعنا نكملين معاكم في هذه الحلقة الخاصة من نسمة سبورت.